عادي. يعني كأن انا عندي 3 اركان كبيره، انا علاقتي بالله عز وجل وعلاقتي بالناس وعلاقتي بذاتي. بالظبط. لو قلنا يعني نتكلم شويه عن موضوع علاقتي بنفسي كمفهوم صحه نفسيه، ايه المؤشرات اللي انا محتاج انتبه ليها عشان ابقى فعلا صاحب علاقه سويه مع ذاتي؟ الحقيقة المشاهدات من حوالينا كل يوم ممكن نلاقي ناس بصرف النظر عن درجة نجاحهم في المجتمع، لكن ما مدى ترابطهم مع نفسهم هو ده اللي بيحدد قد ايه هو ممكن يبقى سعيد. بمعنى قد ايه هو بيحب نفسه ويراضي عنها وبيكرمها وبيطورها. في اشخاص كتير ممكن يكون بيتعب جدا بس هو لا يرى الاستحقاق لنفسه، هو ممكن يبقى شايف ان الاخرين اولى بالخير، او ان هو حتى او شايف ان الاخرين اولى ان هم اللي يطوروا نفسهم، لكن هو كاني مدي لنفسه ما بينه وما بين نفسه 0 من 10 او حتى 2 من 10. ففكره ان انت عارف ان انت كانسان عارف ان انت صناعه ربانيه مكرمه، وان انت امانه عند نفسك، وان انت محتاج تكرمها وتدللها وتطورها وتسامحها لما تخطئ، ولو فيها عيوب تحاول تتفهمها او تطورها. عيوبنا ممكن منها جزء قابل للتطوير وجزء منها قابل للتقبل. ففكرة ان انا ابقى عارف ان نفسي امانة عند نفسي محتاج اكرمها واعلي من قدرها واسعدها، وابقى قابل ان هي ممكن يبقى فيها عيوب، جزء مهم جدا عشان ابقى متصالح معاها. واغير الجزء اللي هستطيع تغييره واتقبل الجزء اللي انا مش هعرف بالظبط، اغيره. يعني في جزء هعرف اغيره وفي جزء مش هعرف اغيره، اتسامح ساعتها معاه. انا مش لازم ابقى واخد 10 من 10 في كل محاور المهارات والصفات علشان ابقى بحب نفسي. وامتلاك مشاعر ايجابيه تجاه النفس، ان انا بحبني، متقبلني، راضي عن ادائي. اقدرها واحترمها قبل اي حاجه. فكره ان انا ابقى شايف ان انا اهم واحد عند نفسي في ال8 مليار اللي موجودين على الكوكب دلوقتي، ده شعور طيب. كتير بيبقوا ده شايفين مش طمع ولا انانيه ولا ولا اي طمع معنى ولا ثاني. أنانية. الطمع والأنانية هو إن أنا عايز أدهس الآخرين أو آخد حقهم، لكن أنا كإنسان ربنا كرمني وأعطاني كثير من النعم وإداني كثير من الفرص إن أنا أعلو، فمن حق نفسي عليا إن أنا أحطها في الدرجة اللي تساويها، ولو فيها معاناة أعالجها، ولو فيها تطوير أطورها، ولو في حاجة مش هعرف أعمل فيها أي حاجة أقبلها.